أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تكمل الآن إلى المراجعة المركزة للفصل الثالث. إحنا الآن في نظرية رول لنشتغل. خلينا نشوف السؤال يقول بيّن هل أن مبرهنة رول تتحقق للدالة fx تساوي 9x زائد 3x تربيع ناقص x تكعيب على الفترة من سالب 1 إلى 1، ثم جد قيمة c إن أمكن. طبعا كم نظرية رول، كم شرط؟ 3 شروط. أول شيء نشوف الدالة هل هي مستمرة على الفترة المغلقة، ثانياً قابلية الاشتقاق على الفترة المفتوحة، وهل صورة أي يعني صورة السالب واحد تساوي صورة الواحد. نجي الآن الشرط الأول، لاحظ أن الدالة كثيرة حدود، هيش تكتبها، بما أن الدالة كثيرة حدود إذن الدالة مستمرة على الفترة المغلقة من سالب واحد إلى الواحد، طبعاً وهي قابلة للاشتقاق. ثانياً الشرط الثاني، شوف ركز وياي، لأنه كثيرة حدود مو كسرية ولا جذرية، والآن بما أن خلنا نشتق الدالة، بما أن الفتحة إلى الأكس خلنا نشتقها 9 ما دام دا يتكلم الشرط الثاني عن قابلية الاشتقاق، اشتقها وتخلص منها، 9 زائداً 6x ناقصاً 3x تربيع، بما أن هنا نكتبها. هذه هي المشتقة وجدناها، هذه المشتقة أحتاجها بعدين، لاحظ نحتاجها بعدين هذه المشتقة، ونشوف وين راح نحتاجها. هذه هي المشتقة، بما أن شوف المشتقة أيضاً كثيرة حدود، بما أن الدالة كثيرة حدود إذن الدالة قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة من سالب واحد إلى الواحد. باقي عندنا الشرط الثالث. الشرط الثالث شو يقول؟ هل صورة الأي تساوي صورة البي؟ لاحظ ثالثا أرد أشوف صورة الأي، هذا هو الأي وهذا هو البي. صورة الأي F إلى السالب واحد، كل صورة راح نوجدها، وصورة البي صورة الواحد، كل صورة تعوض بالدالة الأصلية. الدالة الأصلية هذه هي الدالة الأصلية، ركز وياي، هذه هي الدالة الأصلية، راح نعوض الصورة 9 في شقد راح يصير عندنا في الأكس، الأكس شقد عندنا سالب واحد، شوفها سالب واحد زائداً 3 في سالب 1 تربيع ناقصاً سالب 1 تكعيب. عوضنا بدل كل x بالسالب 1، بدل كل x بالدالة الأصلية، التعويض بالدالة الأصلية، ويساوي 9 في سالب 1 سالب 9 زائداً سالب 1 تربيع 1 في 3 3 سالب 1 تكعيب سالب في السالب موجب 1، ويساوي سالب 9 زائد هذول 4 3 1 4 سالب 9 زائد 4 سالب 5، وجدنا قيمة صورة السالب 1. خلنا نوجد قيمة الواحد، نعوض أيضا بالدالة الأصلية، 9 شوف في 1 زائدا 3 في 1 تربيع ناقصا 1 تكعيب، ويساوي 9 في 1 9 زائدا 1 تربيع 1 في 3 3 ناقصاً 1، 9 زائد 3 12 ناقص 1 11. هل صورة الأي، شوف ركز وياي، هل صورة الأي هذه هي الأي وجدناها سالب 5 تساوي صورة البي؟ لا ما تساوت. إذن ركز الآن، إذن بما أن هيش تكتب له، بما أن صورة السالب 1 لا تساوي صورة الواحد، إذن الدالة لا تحقق مبرهنة رول على الفترة المغلقة من سالب واحد إلى الواحد. أستاذ أنا أخطأ بالفترات، سهلة، مغلقة مفتوحة مغلقة، شوف مغلقة الشرط الأول، مفتوحة الشرط الثاني، الشرط الثالث التحقق لما ينتهي آخر شروط، التحقق يكون على فترة مغلقة، مغلقة مفتوحة مغلقة. نرجع بعد ما كملنا هذا السؤال، تعيده كم مرة، نرجع إلى
هذا السؤال. الحل: بين أن الدالة 2x زائد 2 على x تحقق مبرهنة رول على الفترة من نصف إلى 2. أولاً هو دا يتكلم عن دالة كسرية، إذن لازم عينك على أوسع مجال للدالة الكسرية. ما هو أوسع مجال للدالة الكسرية؟ بما أن شوف الملاحظة، أوسع مجال للدالة الكسرية هو R ما عدا العدد الذي يجعل المقام يساوي صفر، كل R مسموح لك عدا المقام هذا، شوفه باللون الأصفر خليته، عدا هذا المقام لا يمكن أن يكون صفر، لأن 2 على صفر ما لا نهاية، فهنا ما أقدر أخلي عدد واحد اللي هو صفر، يعني أوسع مجال للدالة الكسرية R ما عدا أصفار المقام. أستاذ شنو يعني كلمة أصفار المقام؟ يعني العدد الذي يجعل المقام يساوي صفر. هذه ملاحظة شلون نشتغلها احنا بالامتحان، هذه ملاحظة إلك. نجي أول شرط، بما أن هيش تكتب له أوسع مجال، هي دالة كسرية، شي يساوي أن R ما عدا العدد الذي يجعل المقام صفر. شنو العدد اللي يجعل المقام صفر بين ما يجعل المقام صفر؟ يا عدد أخليه هنا يصير صفر، إذا تخلي واحد يصير واحد زين، اثنين اثنين سالب سالب ما عندنا مشكلة، نفس الرقم صفر ما يفيدنا، إذا R ما عدا صفر. ليش؟ إذا تخليه هنا يصير اثنين على صفر غير معرف، إذا أكو انقطاع عند الصفر. يعني لو تشوف الدالة، لو تشوف هنا كأوسع مجال، خلنا نرسمه ونشوفه. أول شيء هذا هو الصفر، وهذا الواحد، وهذا الاثنين، وهنا سالب واحد سالب اثنين، وهكذا. أوسع مجال مطينا إياها بين بين شيء يقول أوسع مجال R كلها ما عدا الصفر تشتغل، بس هو ايش مطينا الفترة بين النص؟ شوف هذا النص، بين النص وبين الاثنين، هذه هي الاثنين، بين النص فترة مغلقة وبين الاثنين. هل الصفر هذا الدشوفه، هذا الصفر الدشوفه، هذا الصفر بانقطاع هنا، هل هذا الانقطاع موجود داخل هنا؟ لا، الصفر مو هنا، ما يصير الصفر، ما يصير نشتغل عليه. يعني الدالة مستمرة على كل مكان عدا الصفر اكو انقطاع، الدالة ما تشتغل على الصفر لان المقام يكون صفر. هل هذا الانقطاع موجود هنا؟ لا. فشو تقول له؟ بما ان الصفر لا ينتمي إلى الفترة المغلقة بين النصف والثنين، إذن نرجع الشغلنا، إذن الدالة مستمرة، الانقطاع ما موجود على هذه الفترة، مستمرة على الفترة المغلقة بين النصف وبين الثنين. نرجع الآن نشوف الشرط الثاني. الشرط الثاني يتكلم عن قابلية الاشتقاق، رأساً ما تعب نفسي بس اشتقها الدالة للسهولة، اشتق الدالة حتى ترجع بعدين تشتغل عليها تحتاجها. خلي اشتق الدالة، الفتحة إلى الأكس، شوف المشتقة الفتحة، هذه الدالة نصغرها شوية حتى تبين عندك، نعم راح نشتقها للدالة. بما أن الفتحة إلى الأكس شو تساوي لنا؟ مشتقة 2x 2، هذه عندك طرق كثيرة إلها، إما تصعدها السالب تصير مطولة، أكو طريقة سهلة، أو المقام تربيع المقام في مشتقة البسط ناقص المشتقة البسط في مشتقة المقام. نطلع هذا الأس بإشارة مخالفة، إيش قد الأس؟ واحد، الطلعة يصير سالب واحد، في اثنين سالب اثنين، وأقسم على شوف ونضيف للأس واحد، شو تصير؟ أكس تربيع، هذه هي المشتقة، وجدنا المشتقة. شو تقول له الآن؟ بما أن نفس الكلام هذا تعيده بس على يا فترة، الفترة شوف نفس الكلام نعيده ونفس اللون نخليه، بما أن الصفر لا ينتمي إلى الفترة المفتوحة، قابلية الاشتقاق على الفترة المفتوحة، إذن ترجع لمرة ثانية، إذن الدالة ما يكون قطع، الانقطاع عند الصفر، هل الصفر ينتمي إلى الفترة؟ لا، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ما ينتمي، الانقطاع ما ينتمي، إذن الدالة قابلة للاشتقاق على يا فترة المفتوحة من نصف إلى الثنين.
نجي الآن رقم 3، هل صورة الـ A تساوي صورة الـ B؟ ركز وياي. هل صورة يعني عندي النصف والثنين، بين النصف والثنين راح أجد صورة النصف، أدك تركز شوية، بما أن صورة النصف شوفها هذه هي النصف، هل صورة النصف F إلى النصف تساوي صورة الثنين؟ صورة النصف تساوي صورة الثنين، خلينا نجيبها للدالة، هذه هي الدالة عندي، هذه هي الدالة، هذه شوفها الدالة، نجيبها نخليها قدامنا حتى نشتغل عليها براحتنا، هذه الدالة، ونرجع نشوف شلون نشتغلها للدالة براحتنا، نجيبها للدالة. هسا نشوف هل صورة، ونكبر شوية حتى تكون واضحة عندك، هل صورة النصف راح نعوض بدل كل اكس بالنصف؟ لاحظ نجي الآن اثنين، شوف بدل اكس خلي نصف، زائدا اثنين على بدل اكس نصف، اثنين ويا اثنين تروح واحد، زائدا مقام المقام بسط، اثنين في اثنين اربعة، شو تساوي؟ خمسة. اوكي، وصورة الاثنين نعوضها بالدالة الأصلية، اثنين في اثنين زائدا اثنين على اثنين، بدل كل اكس خليت اثنين، وتساوي اثنين في اثنين اربعة، اثنين على اثنين واحد، شو تساوي؟ خمسة. نعم، اذا صورة النصف تساوي صورة الاثنين، اذا تحققت شروط مبرهنة رول على الفترة التحقيق المغلقة. قلنا الأولى كانت مغلقة، بعدين مفتوحة، بعدين مغلقة، من النصف إلى الاثنين. إذا تحققت هذه الشروط راح ينتج أن، خلينا نشوف إيش ينتج لي، أن الفتحة إلى السي، شوف هنا مهم الكلام، وينتج أن الفتحة إلى السي شو تساوي لنا؟ صفر. أنا طلعت الفتحة قبل قليل طلعتها الفتحة هذه الفتحة، شوفها هذه هي الفتحة كامل، اثنين وينتج أن الفتحة إلى الأكس تساوي اثنين، هذه المشتقة، بدل أكس إيش راح أخلي سي، شوفها هذه بدل اكس شخلي اخلي سي، فش تصير؟ اثنين، شوف السالب في الموجب سالب، اثنين على بدل اكس شخلي قلنا سي، دا اتكلم عن سي تربيع، شو تساوي؟ صفر. منو عدوك الخطير؟ او اذا تريد انقل هذا الطرف الاخر، او منو عدوك الخطير؟ المقام، فاضرب في ذلك المقام، ضربت في سي تربيع. الصار عندي خلينا نشوف هنا، نكملها هنا، سي تربيع في اثنين، اثنين سي تربيع ناقصا، سي تربيع راح ويا سي تربيع ناقص اثنين، شو يساوي؟ صفر. انقل السالب اثنين للطرف الاخر، اثنين سي تربيع شو يساوي؟ تساوي اثنين، بالقسمة على اثنين، اذا سي تربيع شو يساوي؟ واحد، اذا السي تساوي زائد ناقص واحد. احنا ايش قلنا اول فترة؟ أول فترة أخذناها كانت، خلينا نشوفها، مغلقة بعدين مفتوحة بعدين مغلقة، إذن هذه راح تكون مفتوحة مغلقة مفتوحة مغلقة مفتوحة. آخر خطوة، ياهم من عندهم ينتمي إلى الفترة من النصف إلى الاثنين؟ أكيد هو الواحد مو سالب واحد، ينتمي إلى الفترة المفتوحة بين النصف والاثنين بهذا الشكل، وجدنا قيمة سي، وانتهى هذا السؤال، تعيده كم مرة وتكتبه بإيدك كم مرة. خلينا نشوف هذا السؤال طلاب، هنا شي يقول إذا كانت يعني اف اكس تساوي ان اكس زائد واحد على اكس تحقق شروط رول، متحقق الشروط جاهزة، ما اريد شروط الآن، هذا ما يريد شروط بالسؤال، كانت تحقق شروط، كانت إذا تحقق شروط رول متحققة وجاهزة على الفترة من سالب اثنين إلى البي، شكله يريد بي، هذا يريده، لكل يقرأ لكل أكس ينتمي إلى هذه الفترة، جد قيمة بي ثم جد قيمة سي التي تحققها المبرهنة، متحققة الشروط
وبها مجهول أحتاج إلى معادلة. نظرية رول الشرط الوحيد اللي بيه معادلة، وكلمة معادلة يعني يساوي، هو الشرط الثالث. دائما إذا إجت تحققت الشروط تروح على الشرط الثالث مباشرة، إذا مجهولين تروح النتيجة تكملتها اللي هي F فتحة للسي شو تساوي لنا صفر. هسا عندنا شرط، عندنا اثنين، عندنا مجهول واحد بي، إذا مجهولين لا، هسا مجهول واحد. إذن بما أن، شوف بما أن هيش تكتب له، بما أن الدالة تحقق مبرهنة رول على يا فترة، على الفترة من سالب اثنين إلى البي. إذن صورة الأي الشرط الثالث، هنا نستخدم الشرط الثالث، صورة الأي اللي هي سالب اثنين تساوي صورة البي اللي هو أف البي. هذه الصورة طلاب، شنو يعني الصورة؟ يعني تعوض بالدالة الأصلية، بدل كل أكس تعوض هسه سالب اثنين، شو تصير؟ سالب اثنين زائدا واحد على سالب اثنين تساوي صورة البي تعوض بالدالة الأصلية، بي زائدا واحد على بي. أستاذ أني عندي كسور وأفوج من الكسور، بيها مشاكل، لا تخاف من الكسور، تيت تخلص منها أكو طريقة سهلة جدا، أضرب عدوك، خلي هذا الكسر دائما المقام هو عدوك، أضرب في ذلك العدو. أستاذ هنا أكو مقامين، أضرب في اثنينهم، بس بعد ما أتخلص من السالب، شوف سالب اثنين سالب في الموجب سالب واحد على اثنين تساوي بي زائدا واحد على بي. أول ما أبدأ راح أضرب في العدو الأول، هذا راح منها حتى يطير، 2 في سالب 2 أر سالب 4 ناقصا، هذه راحت ويا هذه، ايش بقى عندي؟ 1. 2 في بي 2 بي زائدا 2 في 1 2 على بي، مو تضرب المقام، دير بالك ترى بس البسط، لان هاي اصلها 2 على 1، دير بالك. هسه صار عندي سالب 5 يساوي 2 بي، لأن سالب 4 وناقص 1 سالب 5 زائد 2 على بي. منو عدونا بعد هسه؟ عندنا عدو آخر اللي هو المقام في بي، ضربنا في بي، هذا بي، نرجع مرة ثانية، ركز وياي، بي في سالب 5 سالب 5 بي ويساوي بي في 2 بي 2 بي تربيع، وبي يروح ويا بي زائد 2 وتساوي، شوف أنقل هذا للطرف الآخر، البي تربيع هو الهيبة الكبير كلهم يزوروا، السالب 2 بي يصير موجب سالب 5 بي يصير موجب 5 بي زائد 2 بقيناها شو تساوي؟ صفر. واضح أنها تجربة، 2 بي تربيع جاية من 2 بي بي 2 بي بي، سهلة جداً، هذا الموجب ينزل، الموجب في الموجب موجب عددين، حاصل ضربهم 2 2 بواحد. أستاذ شلون أعرف حلي صح؟ 1 في بي بي وحدة، وحاصل ضرب الأطراف 2 في 2 بي 4 بي، وهذه البي صارت 5 بي لحد الوسط. إما شوف بي زائد 2 شو يساوي؟ صفر، يؤدي إلى بي شو يساوي؟ سالب 2. أو 2 بي زائدا 1 شي يساوي صفر، يؤدي إلى 2 بي تساوي سالب 1، يؤدي إلى بي يساوي سالب 1 على 2. أستاذ ياهو الآخذ، السالب 1 على 2 لو سالب 2، أروح على الفترات، هذه الفترة من سالب 2 هو يريد من سالب 2 إلى البي. الفترات طلاب طالبات دائما تكتب من الصغير، من الصغير هذا هو الصغير، إلى الكبير هذا هو الكبير. إذن من الصغير إلى الكبير، الكبير إيش قلت عندي؟ من الصغير هذا مو صغير، هذا يساوي، ما يصير يساوي، نصير نقطة من سالب 2 إلى سالب 2. إذن الكبير منه؟ سالب 1 على 2. إذن بي، شوف إذن بي تساوي سالب 1 على 2، وجدنا قيمة بي. إذن الفترة من الآن فصاعدا سالب 2 وسالب 1 على 2. أستاذ انتهى السؤال؟ لا، ثم جد قيمة سي التي تحققها المبرهنة. شنو قيمة سي؟ لاحظ يعني تشتقها للدالة، شوفها
يعني هذه قيمة السي. خلينا نقول بما أن شوف بما أن نكمل حالنا الدالة تتحقق مباراة هنا وبما أن متحقق هو قال جاهزة الفتحة إلى السي شو تساوي؟ صفر. إذا لازم نشتقها للدالة. شوف نشتقها لهذه الدالة، هذه هي راح نشتقها نريد، هذه نجيبها حتى تصير عندي هنا. شوفها جبناها هنا يمها حتى نشتقها ونكبرها ونشوف شلون راح نشتق الدالة. ركز وياي شلون اشتقها للدالة. هذه الدالة أنا عندي اكس هسه دا اشتغل، بعدين السي اعوضها. مشتقة الاكس واحد، زائدا مشتقة الواحد على اكس نطلع هذا بإشارة مخالفة. الطريقة السريعة سالب واحد في واحد سالب واحد، واضيف الى الاس واحد اكس تربيع شو يساوي؟ صفر. انقل الواحد للطرف الاخر، اذا سالب واحد بدل اكس شو خلي قلنا؟ سي، اريد قيمة سي بدل اكس سي، يساوي واحد انقلها تصير سالب واحد، السالب ويا السالب يروح، اذا واحد على السي تربيع يساوي واحد بوسطين بالطرفين. شوف هذا في هذا، اذا سي تربيع شو يساوي؟ واحد. اذا سي تساوي زائد ناقص واحد، ياهو ينتمي الى الفتره بين السالب اثنين والسالب نص، فتره سالبه اكيد السالب. اذا سي، اذا لاحظ، اذا سي تساوي سالب واحد. ليش؟ ينتمي الى الفتره المغلقه المفتوحه دائما، انتبه عفوا، المفتوحة بين السالب اثنين والسالب نص. هذا وجدنا قيمة سي، وانتقل إلى نظرية القيمة المتوسطة نشوف ايش عندنا بها. شو يقول؟ شوف السؤال هذا برهن، هسه بدنا نحكي على شروط مبرهنة القيمة المتوسطة، يعني المين فاليو ثيورم. برهن ان الدالة الآتية تحقق شروط مبرهنة القيمة المتوسطة. عندنا الفترة من سالب واحد الى السبعة، وعندي شرطين فقط لمبرهنة القيمة المتوسطة، ونبدأ بالشرط الاول. نفس الشيء، بما ان شرطين، الدالة مستمرة على فترة مغلقة، الشرط الثاني الدالة قابلة للاشتقاق على فترة مفتوحة، ونشوف ايش ينتج. بما ان الدالة هيش تكتبها كثيرة، فعلا كثيرة حدود، اذا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة من سالب واحد إلى السبعة. ثانياً خلنا نشتق الدالة، ليتكلم عن مشتقة، فرصة أن أشتقها وأخليها. مشتقة الأكس تربيع 2X، مشتقة الأربعة صفر، مشتقة السالب 6X سالب 6. هذه هي المشتقة بدنا نحكي بها، ركز وياي. إذن هذه هي المشتقة. بما أن نفس الشيء الدالة كثيرة حدود هي ومشتقتها حدود، إذن الدالة قابلة للاشتقاق على يا فترة قلنا أول واحدة، نفس الشيء على الفترة المفتوحة من سالب واحد إلى السبعة، نفس نظرية رول بالبداية، مغلقة مفتوحة مغلقة وهكذا. رقم ثلاثة، ما عندنا رقم ثلاثة، إذن تحقق شرطي مبرهنة القيمة المتوسطة على يا فترة، شوف مغلقة مفتوحة مغلقة من سالب واحد إلى السبعة، وينتج أن، وينتج أن الفتحة إلى السي شو تساوي؟ كانت هناك صفر نظرية رول، هنا لا، صورة البي أو صورة الأي حسب أنت شو تريد تبدأ، صورة البي ناقص صورة الأي على بي ناقص أي، هذه الفتحة إلى السي. نجي الآن، أنا عندي المشتقة بدل أكس شو خلي؟ سي، 2 سي ناقص 6 تساوي صورة البي، هذه البي، هذه الأي وهذه البي، يعني صورة السبعة ناقصاً صورة الأي صورة السالب واحد على البي سبعة ناقصاً الأي شقيت سالب واحد، نخليها بين قوسين حتى السالب في السالب موجب بهذا الشكل. إذن 2C ناقصاً 6 يساوي صورة السبعة
تعوض بالدالة الأصلية، كل صورة تعوض بالدالة الأصلية. 7 تربيع 49 زائداً 4 ناقصاً 6 في 7 42 ناقص صورة السالب 1. لا تنسى بعد السالب دائماً خلي قوس، لا تنسون بالرياضيات. صورة السالب 1 نعوض السالب 1 هنا، سالب 1 تربيع 1 زائداً 4 سالب 1 في السالب 6 موجب 6 بهذا الشكل، على 7 الناقص في الناقص موجب 1. إذن 2C ناقصاً 6 تساوي 49. شوف خلنا نأخذ 49 ناقص 42 أسهل لك تصير 49 تصير 7 7 و 4 11 ناقصاً 4 و 6 10 1 11 على 8 11 ناقص 11 صفر على أي كمية؟ صفر. إذن 2C ناقص 6 شو تساوي؟ تساوي صفر. إذن 2C تساوي، أنقل السالب 6 للطرف الآخر صارت موجب 6، أقسم الطرفين على 2، إذن C تساوي 6 على 2 3، وهي تنتمي إلى الفترة المفتوحة. قلنا مغلقة مفتوحة مغلقة مفتوحة، انتماء إلى فترة مفتوحة منين لوين؟ من السالب 1 إلى 7. وأنتقل إلى السؤال اللي بعده. شوف هذا السؤال طلاب، إذا كانت f x تساوي أن x تكعيب ناقص 4 x تربيع والفترة من 0 إلى b، يبدو المجهول هو b، يعني يريد قيمة b، وكانت f تحقق المبرهنة متحققة وجاهزة عند سي تساوي لنا 2 على 3 فجد قيمة بي. أحتاج ما دام مجهول بالرياضيات أحتاج إلى معادلة، معادلة بها يساوي. وين أروح؟ هنا شرطين وما بهن يساوي، مو مثل رول بها 3 شروط، الشرط الثالث بي يساوي صورة الأي تساوي صورة البي، هنا شرطين بس. إذن وين أروح؟ شوف أروح إلى ناتجها للنظر، يعني بما أن الدالة اسمها اف اكس هذه تحقق شرطي مبرهنة القيمة المتوسطة، إذن الفتحة إلى السي تساوي صورة البي ناقص صورة الأي على بي ناقص الأي. إذن الفتحة للسي أحتاج المشتقة، إيش قد مشتقة الأكس تكعيب؟ 3 أكس تربيع ناقصاً 2 في 4 8 اكس يساوي صورة البي، يعني صورة منو البي عندي؟ البي هذه، شوفها هذه البي وهذه الاي، اذا صورة البي تبقى كما هي ناقصا صورة الاي هو الصفر على بي ناقص صفر. عندي الان بدل كل اكس شخل اللي قلنا سي، اذا 3 سي تربيع ناقص 8 سي تساوي صورة البي، بي إيش قلنا تعوض بالدالة الأصلية، يصير بي تكعيب ناقصاً 4 بي تربيع، شوف شلون راح نوجدها، ناقص صورة الأي ها صورة الصفر، الآن نفتح قوس ونعوض، صفر تكعيب صفر ناقصاً 4 في صفر صفر على بي ناقص صفر، شوفها بي. إذن 3 سي تربيع ناقص 8 سي تساوي بي تكعيب السي. أنا عندي هسه السي، شوفها أنا عندي هو مطينا إياها السي، السي شقد عندي؟ 2 على 3، فممكن الآن لاحظ بدلها بدل السي نخلي هاي ما يعادلها هذه السي، إذن ما يعادلها 3 في سي تربيع، يعني 2 على 3 الكل تربيع ناقصاً 8 في 2 على 3 تساوي، شوف المقام طبعاً عندي هنا اللي هو بي ناقص 0 بي، ايش يبقى عندي؟ بي تكعيب، بي تكعيب ناقص 4 بي تربيع على بي، هنا 3 في 2 تربيع 4 على 3 تربيع 9 ناقصاً 8 في 2 16 على 3 يساوي
هنا ممكن اخرج البي عامل مشترك حتى يروح ويا المقام. استاذ مو بي تربي عامل مشترك، لا احتاج بس البي حتى يروح ويا المقام، او اجزئ البسط على المقام كيفنا. بي يصير هنا بي تربيع ناقص 4 بي على بي على مود. هذه راحت، هذه ويا هذه ايش قد بيها؟ 3. اذا 4 على 3 ناقص 16 على 3 تساوي بي تربيع ناقصا 4 بي. من السؤال هنا ميزته حتى تشوفه واضح شلون اجد قيمه بي. لاحظ الان الكل وياي، سالب 12 على 3 سالب 4 تساوي بي تربيع ناقص 4 بي. انقل هذا للطرف الاخر، شو يصير؟ صفر. بي تربيع ناقص 4 بي زائد 4، تجربه واضحه انها تجربه يساوي صفر. البي تربيع بي بي، ننزل السالب هنا، السالب في الموجب سالب، عددين حاصل ضربهم 4 2 ب 2. هاي هنا ماكو اما او متشابهين، اذا بي ناقص 2 شو تساوي؟ صفر. اذا البي شو تساوي؟ 2. تتذكر الفتره اللي معطيك اياها هو عباره من صفر الى البي، يعني الان الفتره صارت من صفر الى 2 وانتهى هذا السؤال. نرجو الانتباه إلى، وانتهينا اليوم من درسنا. على أمل اللقاء معكم الدرس القادم، راح يكون نتيجة نظرية القيمة المتوسطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.